بسم الله، النهاردة هنشوف مع بعض ادنس بتعمل الالاين للتاج او الحاجات اللي هي نصية. ممكن اعمل سيلكت كده على العناصر ديت، التاجات ديت، واروح للادنس واقول له انا عايز ابدأ اعمل الالاين. ممكن اشدها كده لتحت بحيث ان انا لو انا عايز اقرأها ممكن اقول له الاين ميدل، تمام، بالشكل دوت، او اقول له الاين سنتر بالشكل دوت. يعني ممكن اروح معلم عليهم كده الاين سنتر فيبدا يخليهم كلهم سنترين. ممكن اقول له ارانج تاج يروح عاملهم بالشكل دوت. ممكن اقول له الاين بوتوم يبقى كلهم ناحيه البوتوم، الاين رايت، الاين توب، يعمل محاذاه توب، تمام. فهو ميزته ان هو بيرتب الانوتيشن، لو انا عندي انوتيشن كتير وعايز ارتبهم فده احسن اداه للموضوع دوت.